بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. الحديث الرابع عشر عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري خيركم قرني، حائدك خير بدن قرنيجا يحلجا دتك شوغا يا دتك او خير بدن، ثم الذين يلونهم عكسي حيغا كو زمن هان ايا كوحي وكدم بيا، ثم الذين يلونهم كواس كو كسي حيغا ايا حق خير يدا هدنا ايدكو خير بدن، ثم يكون بعدهم كواس كدب وحا هان ايا قوم قلاء او يشهدون ويمرقات فرايا ولا يستشهدون لنا مرقات الشمايو أيوة الله وعنا إسكان مرقاتك عيان، ويخونونا وحوي خيانا عيان، ولا يؤتمنون لنا آمن ما يو، ويندرون وينذر عيان شرط يحرنا عيان، ولا يوفون منفلنا عيان، ويظهر فيهم السمن وين عائل عيان وبرورتا كم غنيسة. رواه البخاري ومسلم. كتاب إصلاح المجتمع عن كسو قد جرني. حديث كان وحديث عمران بن حسين نبي وحي عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ومضى وحا خير بضن حلي النبي عليه الصلاة والسلام ضدك النولا وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحا كحقة حقة خيرية ده سنة النبي نوشيق عليه الصلاة والسلام ضدك ضدك اسكدن بيه وقرني كدن بيه جوغي وتابعين تاها وارضدي صحابة ده وحا كسي حقة حقة خيرية ده تابعين تا أرضها الصحابة ضدك أرضها النقضي وتابع التابعين تاها سدح لاس قرني ضدك النولا وضدك اللي يراه القرون المفضلة قرون تلي يراه وقرون تلي يراه القرون المفضلة قرون تا يقرنية ذا لقى فضلة يقرنية ذا كله حداد مغشو سلفنا سدح لاس قرني ضدك النولا أي سلف كيئة سلف هذه الأمة أمضان سلف كيدو يدد كيدي هراء وسدح داس قرني ونبي قو أماني عليه الصلاة والسلام ضد كي نولا السلف الصالح مركي اللي يرهدو وانتو دي ونواناك سنيت ضد كاسو مركا وضد كا أمضى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وخير كبدنا صحابة دان أوه الرئيدة صحابة دونا أنبياد إلهي كدب أمضى كو وخير كبدنا يا هاي أننا وحنا لفري كواسنا رعنو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يا إله سبحانه وتعالى تدكي هرع هي تدكي خير كل راعي تدور هناك سوي راعتان كما لك الراعة هو الدين نبي وحو الشيخ عليه الصلاة والسلام إن تدكو أي إسخلاف الدونان وخلاف إماء الدونان إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا كده من النبي عليه الصلاة والسلام والنظر دارمي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي سنة إذا كده هي سنة الخلفاء الراشدين تا خلفاء الراشدين توا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كودي ووينا عضوا عليها بالنواجد كوستمدي إذا كوقف صدى عقلوا شيخ النبي عليه الصلاة والسلام ومديسو تضباطا يسدح كوحود أن يوكل ربي حدونت تضباطا يسدح كوحود ومضى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومد والباقين حكوا تاغنتا اي شيء غنيس مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام كل قد ناري كسوه مركز لغا ريب هل كوح هل فرقة مركز لغا ريب فرقة سهب بدباليسة الفرقة الناجية هل فرقة واتما لي النبي عليه الصلاة والسلام مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام من كان على ما أنا عليه وأصحابي أنا إيه الصحابة ذي ذو وحن كسوهنا عدو البو كسوهنا توا إلى غيام الساعة إن مركا حال رباطات كمسلمين تا بدبادو حيوك جيكتا أصلين كورتا دين توا قرآن كا إيا سنة دي وقاد قرآن كا إيا سنة دانا فهم كودا والله اسكو قبتاه فهم كا أصل كاه وفهم كي صحابة دا النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد اللي جوغين مسألة أول بكوسة وكررتا نبي قوي شيئا يعني عليه الصلاة والسلام نبي قا كتشوابا يتوابتا نبي قونا وحي إيهد أنك حضريان لا آدي إنه نوغي جوابا ونرى الله markii laga reebo aayadaha quraanka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam oo fahamkeedina aan isku haysan oo la isku qabsana
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول حداد وحسكو قبطان الله رسول كيسو عليا ليري الله وحلقه وضع كتاب كيسو عليا رسول كان وحلقه وضع وعليا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن آياته هي سنة يلا سكو قبصد ساتنا معنه ذو يهاي ساتنا معنه ذو يهاي بدبادوا عيكو جلتا إن لي رهدو سلفكم حيكو فصرين صحابتهم سيوفهمين آيادان سانينا أوفهنتو أما حديث كان سانينا أوفهنتو يا كاقوه الرئي وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة ديس قرآن كوزو دقاي إن إلهي أهرالك النغضي يقول النول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله روحي مبايع لها سقلونا الرالي على النغضي أيوه أن الله روح الله فلان في الجنة فلان في الجنة فلان في الجنة جنة كل شيء جنة وكثيرة هبل هبل جنة وكثيرة هلا أيوه أن الله جنة لوجو بشاري ضد مركا ودود دي أن لوجو بين إني تاوي عدا نبي قلنا وبنا قرط دار ما عليه سلطة وسلام بد بعد مركا وح كثير تا أتكس ودود دي دين أجاد هو دين تهورة دين تنبتها هو صح ده هو دين تهورة دين تهورة لكن هو دين تي ما دين تي أيه ذا يا أبو تضع يا أبوه يا أبوه oo shala ma hada rajoo diintii hore oo saxda ah waa tii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam saxaabadiisa tabiiciinta tabiic tabiiciinta waa hadiiskan ku uu sheegay waxa ay haysteen hadiiskan ku looga warramay waa marka dadkan waa dadka salafu saalih la yiraahdo dadka la rabo in la raacana waa iyaga dadka raacsana oo raacana waxa la yiraahdaa salafiyiina la yiraahdaa qofka kaliyiisana salafiya la yiraahdaa waxa islaamida qofku inuu yiraahdo salafiyaan ahay أما ضدك إيران سلفيين أن هاي أو واحد راح صنع هاي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة دي سي يا تابعين تي يا تابع تابعين تي يا إنا دهن أهل السنة والجماعة أن هاي يا طائفة المنصورة أن هاي أهل الحديث أن هاي واحد صنع واسكو مقاعي السحوة لكن محام مهمة إن لقى رنشيك وحل الشيك أهل السنة والجماعة هداد شيك تكرون شيك سنة دي نبيك كلك هداد سلفي نما شيك تكرون شيك شيك شاء أن حي غدا وافصين وحبكو مقاش وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف خير أن وحو كتلا تذكر الله راعه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أي إله إليه سبحانه وتعالى خير الناس قرني مركا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهما نبغيري كذا شود وحا أهانا قوم قلاء يشهدون ومرقاتك عيان ولا يستشهدون لنا مرقاتك الشماية أيضاً الله باهن أن لو يلا أنا مرقاتي لسوستاجي ضط في عن ما ماشى صح كت كتير الشك لقى قبو منو شات الزور أو مرقاتي كعيو أما أول عكر ربو أما أوران أو قفك أو كم مرقاتي كعلو قبو يا هرتك هو علوا مركي لو هو علوا لو يره ذكاء مرقاتي كعم مرقاتي كعدي سكور كان بلا ليز كوامح كيس كوال كحجة وسعتها تعكير لماذا وامح waa kala jira hadiis hadiiskan aad moodo inuu ka soo horjeedo laakin culimadu isku waafajiyeen nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri alaa akhbirukum bi khayri ash-shuhada alladhi yaati bi ash-shahadati qabla an yus'alaha khayru ash-shuhada marqaatiyaasha midka ugu khayr badan maydiin sheegaa nabigu kaleey salaatu wasalaam waa midka marqaatiga fura ayadoon la weydiinin oo kaale marqaatiga ii fur aan la dhihin hadiiskaas waa sahih kana waa sahih sayl isku waafajina waxay culimadu isku waafajiyeen waxay yiraahdeen kan wuxuu ka warramaa midka shahaadada suuga ka marqaati kaca kaasuna wuxuu ka warramaa midka marqaatiga runta ka marqaati kaca kaas wuxuu ka warramaa haddaad aragto qof xaqiisa uu lumayo ama gardarro lagu xukumi rabo mar waxaad adigu aad ogtahana oo marqaatiyana ay jiraan oo asaga aad marqaati u tahay waxaad u marqaati aad u tahay jira asagu laakiin kuma oga miskiinkaani maxkamadeena xukun ay ku ridi rabtaa kaasoo kale waxa fiican inaad tiraahdo ana marqaati ka ah ninkaanu saasi yahay ama xoolahan leeyahay ana marqaati ka inaad tiraahdo khayru shuhadaad markaas laakiin inaad baadil ku marqaati kacdo oo maxkamada tagto sida in badan maxkamadaha hadda ka jirta oo tiraahdo ana ku marqaati ka ah maxaad siinaysaa ana marqaati ku ah meed warqabin maxay ogasha inaad tiraahdahay waa xadiiskan soo guray ويخونون ضدك أي خيام أيام ولا يؤتمنون لنا من مايو ويظهروا وينذرون أما وينذرون لو ضاقوا بنانته وينذر أيام
ولا يوفون النذر كان مؤوفين ايا الهي وحا دا سيده تصالها وحي الهي وحا سيوكا واجبتي اما الهي يو وحا يوكا واجبتي سدح مالمود او صانا سيغا اسكو واجبنا لكن مفلنا ايا صحنا ما اساس الهي سبحانه وتعالى هذا النذر كقشو نذر كفولي هذا شرط الهي مركز شرط هشو هذا شرط الهي نمر بفولي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا اليه سبحانه وتعالى ذاتك ونون اكسمره كهذا ويظهر فيهم السمن وحا كسو ظاهرا يو كم قنايا عيلك ويعيلين ذات كان حلو لجيدا عيلي اكسو مقنا عيلكم اياد قاره لي عيلك مقفك دورت مستقفك اله سبحانه وتعالى قفنا عاتك كدغ قفنا ما لحات كدغ قفنا قف بورن كدغ waxa laga wada hayraan culimadu hammigooda dantooda waxay tahay say wax u cuni lahayeen wax u cabi lahayeen wax macaan u raadsan lahayeen ay isku cayili lahayeen waa hammi aakhiraba kuma jiro cibaadaduna ma badna xalaal iyo xaraan uma kala saaraan waxay ku cayilayaan ku cunaa ay cunayaan saas ayaa loola jeedaa marka dad iska burburan waaya iska naxnaxsan iska dhibaateysan hadiiska marka dadka uu saatan ku tilmaamay waa dadkii qarnigii afaraadaha qarnigii saddexaad wixii ka dambeeyay dadkaana iimaanaha nabiga kaleey salaatu wasalaam hadii qarnigii afaraad dadkii joogay saanay ku tilmaanaayeen hadda dadka joogay say ku tilmaamay yihiin asleedin xaalkoodu waa sida ay yihiin waa mar walba ogaada qarniba qarniga uu ka dambeeyo ka liita qarni walba midka ka horeeya ka fiican mid walba gadaal ka yimaadahi waa ka xun yahay kii kale rawaahu al-bukhari wa muslim الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا افر الرماد قفك كسغناته ومنافق برحلة ومن كانت فيه خصله منهن افر تسمت كم اذا قفك كتل ما منتهى اما كسفيسنا كانت فيه خصله من النفاق وحوى كسغناده قيب نفاق كم إذا حتى يدعها الله وكتبه إذا أتمنى خانا هذه اللي آمنوا خيانا تتكي أمين وإذا حدث ضو الرمو شاكينا كذب بينو شيقا وإذا عاهد ضو بلن قلنا غدر وكبحا وإذا خاسم ضو ضوضنا فجر بينو كدودا رواه البخاري ومسلم الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري آية المنافق على مدى منافق ثلاث وسدح إذا حدث كذب هضو شاكيو بانو كشاكينا وإذا وعد أخلف هدي أو بلن قادنا بلن كوابرنا وإذا أتمنا هدي لآمننا خانا وقياما رواه البخاري ومسلم لبدا الحديث حيكو رمايا على مدى منافقة منافق وحال إيره هذا الذي يظهر الخير ويبطن الشر الذي يظهر الخير ويبطن الشر خير ضدك أموتنا شرنا وغرسنا منافقنا ولا بقي بوت ومنافق نفاقي سوء قال ما هي نفاق اعتقادي أو هي يمد نفاقي سوء عمليا متك نفاقي سوء اعتقادي جاي هي ومتك في الدرك الأسفل من النار نبي أن من مدي سوء كشك سيء عليه الصلاة والسلام قرآنك ومره ما يسنبه قيامها مر ما يسنبا كاسوا كافر في الدرك الأسفل من النار و منه ومنافق عمليه شقدي يا علامته كاس لغو يقان وح كمده هاكم كسوا علامته سيوكلو لي لكن مسلم و لبدا الحديث مركب حكا ورمايا منافقي عملي جاها ووحا او كتيرو ان كو بينين او دينتا ان او بحينين لكن هو أكاد المنافقين تي قال هذا هو أكاد وعمر كان النبي صلى الله عليه وسلم أفر الرماد وقفك كوذي لهين ومنافق خالصية منافق خالص هو محي منافق خالص حق عمل كالغا وضع عمل أهان عمل في سوء ومنافق عملي هو كي كو قالوا بي أنت كو قالوا بي وما يودين توقبح ما يو في درك الأسفل من النار ما كنا قنايا نارته لو غرو واري مايو لكن علامته منافقين تلي حن ولي افرت ارن موضوع ما حي هدي لا امنه دتك هو قيامه هذو شاكينا بينو كشاكينا وبين لو
هذا بلن قالنا بلن كوا كبحة هذا يدود شوكتنا بينو كدودا قرن عليه كدودا سيفضى سؤال ما أم الله سمعت برشدوه إن يكون سيفيسيه أي نبي وحده عليه الصلاة والسلام قفك أفر تأهم وتكت المامن ومنافق خالص قفك ميت كم إذا كت المامن على مد منافقين توليه إلا أكتبه حديثك كلا وضمبة آية المنافق أه سدح الرموض أفر تأس كم إذا هالو الشيء رواه البخاري ومسلم الحديث السابع عشر عن المسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق رنت لازمة فإن الصدق محيّل رنت يهدي إلى البر ذاتك وحي كهنون إذا سما فلك يوناك وإن البر وناكنا يهدي ذاتك وحي كهنون إلى الجنة جنة كهنون إياه مارك غفو البوك رنت كددا وما يزال الرجل ننكو مكسولا يو أما قبضو مكسولا يسو يصدق إنه رون شيئا يو ويتحرى الصدق رنتنا أو حلانا يو مارو البوك رنت كددا لأي وهذا خشاكيته هذي وحكي إشكال قالن حتى وحوسه بالمشي جاي وحكشك يوكتجا وحوه وكلي وشجا ويتحرر صدقه مر والبا وركيس أنا وحكسر اللابن وكده دالة حتى يكتب عند الله صديقا إلى إلهي أكتيس الله قرره هنلو هذا تكون تشكته تكون تكشة كيده عرب كذا بينكر لورته وحد أكته أو خلده هذا كله واقين بقى خلاف الواقعة ومر والبا إسأله ده واحد كشة كذا أتكتكته إلهي أكتي سمالك دم وحلا يدي وانقلينا إن الرنلوت وإياكم والكذبة بأنت أسكتر فإن الكذبة يهدي إلى الفجور فجورك يدنوبت يوضتك كهنونية وقفك دو بين لو نغضة دنوبتك لنا وأفض ضدها وإن الفجور فجورك يفاجر نمدو يدنبيل نمدو يهدي إلى النار تتك وحي كتو سيدا نارتا وما يزال الرجل نكسول ما يو يكذب إنه بين شيئا ويتحرى الكذبة بين تنا أو كدة دالاي وبين له بين إنه شيء وش عليه ما تو عنوان بينه قرأه دو ماله كقريته ور بينه يا خبر بينه صان غلا ما تو ضدكو بينه كل شيء مر ور بينه وبكشق يستعب واقف كتكان له حتى يكتب عند الله كذابة إلى 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 أكتس الله قرب بين عليه بين على الله قرب ماله وقرته بين عليه قيامه وتجا أيضا بين على وقرنت بين لو أو قرأ إلهي نبت باتش رواه البخاري ومسلم الحديث الثامن عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون واد أغانيسان الناس ضدك معادنا أصول هي ضدك لضبع الدول إليهين خيارهم في الجاهلية حلق جاهلية وان دين تبسودك وضدك جاهلية إسكاكتشرين كوذي خيرك بناي وخيرك بناي وواناك سناي خيارهم في الإسلام مرك إسلامان إيادتك أخير بناناي وقرمي إذا فقهوا أما فقهوا لابدوا بنانتي هذا فقهوا درسلان إسلام لماذا؟ ويقون دين تويشان وحوشاق النبي عليه الصلاة والسلام ضدكم إليهين معادن المعادن وجمع معدن معدن كنا ووحا قولك لغسو صار ضدكم مرك وحي كده إليهين وحصلوك لغسو صار وكلا وحصلوك لغسو صار هم مسكو قيمة مسكو قالية مسكو درجة ما يا قروة بر قروة دغ عادية قروة ديمن قروة ذهب قروة نوع كله وكل قالسين ساسا دتكون وكل قالسين أصل كيسو جيدان إن كل حرنت مدى أصل هان تيسو ديقسي كيسو جيدا كيسينما كيسو جيدا رنشا كيسو جيدا أمانا كيسو جيدا وانا كيسو جيدا مدونا حمانو كسو جيدا أبو رحام بو أبو رين سيان في عنيم سيدا مركب معدن كاسو أو سكوب بدلين أنا دتكو يسكوب بدلين معدن كهدي ميت قالي الله صوب حد قالي يسوق أهانا ميت رخيص هذا الله صوب حدانا رخيص يسوق أهانا دتكو نفسه أكل بشين وق دبعي إله دتكو أكل أبورا حلي جي مركب أندين تسودجي دتكو سوي أكل في عنايين أي مركب دتكو مسلمين أو إسلامين أو دين تبرتين أكل في عينه هذا هو حلارك من عامية وأن دين وحكا أقن وأن وذا نما قال له شيء وحق طقن قبل شيء مركب اللي يريده كفي عن من أرضيه أما شيخه أما وذاده أما مؤذنه
أما إمام أه أما خطيب أه أما مدرس أه وكفي عني حكى دقن كدتك شيخ والله قاعد عرّك كاسنا ولا أردا كاس الأردا إنه ستكون على جيابة وكم عامل في عين وكسر وين في عين دتك وكده يخسيه وكده جيسيه وكرم بدنيه هاي وكبلن بلن فري أجيها إلا دوامة أصل كودا كلا دوا ماشي كسر كلا جيدانا كلا دوا أبو الكودي هراء كلا دوا كان نطن في عانو كفي أو كسم يسيه هاي كان نطن عنو كسم يسيه ساسوا معنا وحديث كان تجدون الناس دتك واحد أجانس المعادن إنه الأصول كلا دوا يا طراع كلا دوا معادي ما يلعب حلق صوص عروة وحياة على صوص عروة خيارهم في الجاهلية جاهلية كي أخيك بالنايا خيارهم في الإسلام أهمر كل الإسلام إذا فقه مرك كي أول هراء قف كان يعني وناك سني نور وناو سكت درس مرك هو وضلع في عنا هذا نو إسلام هذا الدين تي وبرت سدح خير أسرع هذا هو يستر وتجدون ودوجانيسا خير الناس تتكمتك أو خير بدن في هذا الشأن شأنك شأن يعني لبوا فسر بوا لبوا فسره سلاني ما دولوا فسره ما دحتني ما دنا ولا فسره هذه سلاني ما دولوا فسره وامح وتجدون واد أوغاني سان خير الناس في هذا الشأن شأن يعني سلاني ماذا أشدهم له كراهية كي أنتوا سوق اللي دتك أقول نعباء إنه هذا هو خير بدين هاد أوغاني سان نيجي قال ماذا قوة دتك ومركو قال كهاي دتك مسلمين تأد نعباء هذا إسلام دتك أساو في عنانا سيد خالد موليده كله تقال الله مسلمين تلقوا سوق هذا إن بدنا سياه جامين أي واجو سلام صون نقطة قال أنا كي جبشون نقطة سيف من سيوف الله يسكب بدله حدي لقوا فسر وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية في هذا الشأن ما دحتني مدنا وحلو لجي ذا في هذا الشأن ما دحتني مدنا حدي لقوا فسر قف كم ما دحتني مدنا سواء نعب الودر قي أولي قف كلاون سكو آمين كرنا لما أركي أذان ما مدحه أي هذا ودي وخير بالناد وأنا ما ذحلا هو كفي عناها كاسو كي أسوي ما دحتني ما دست صار شرحه أم حيوق بقات سينو ودن ليها كاسو مغتيه لكن يقول جيس الجوع ومسألة كي كده حشيل السوء بحشو اللي يري عد كلام كو آمين كرنا ما دحتني بنا الله ما أركي إلا قال إدي دناي أو كاسو استخاري ساي أو أنت أصل قلت توجاي هذا ودي مركو ماشى فريستو كرسي فريستو إنه خير كي ما هاي بدنته وتجدون واحد غاني سان شر الناس ذات كمتك أو شرطة بدن ذا الوجهين إنه يهمتك لبوجه لها الذي يأتي هؤلاء بوجه ذات كان وجه أولتها وهؤلاء بوجه أولتها لبوجه علامة المنافقين تبع مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مركا ذا الوجهين كما في عنا ذات بضان هذا ذات كتوا كمدنا سياسة عقل شرفة يؤمل لبوجه لأنه ماذا قفل بقوت ما دينات قنعوه وحاو شيئا الله شكت قفك أو حمانا الله حمدت أدام كل شيء أدام كتاجر سنة أدام صحة أتلا الله صحة الله رواه البخاري ومسلم الحديث 19 عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الغرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن الله لا يملي للظالم إلهي ظالم كأوسة لرياء قفل بوجر درس ما يظهر لك ما قبض مدح بدن وضدك ظلمينه سير بتهوك على سر ريده هي ضد بدن وضدك لباتيه والله سهت عليها سلام كاس الغوا ماي إلهي نو وجي ذا وان أجي واك ورقبا الله سهت عليها حتى إذا أخذه لكن مر هدي إلهي قبض لم يفلته سيم الداي ما بحصل فرعون وضد لباتيه بمركز دم بضع الغضب قارون يهامي هامان لباتها سأقول عنه وهي أدمية سامرة ومدحها وضدك قم يسجلي وضدك الرفاهية تجلي حيقول دم بين كل بدو الله غبطوا العقاب مرك العقاب كدي من المسيدي هل مرة دي الغبطة بسوا فرعون وحجارين ويرادوا أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري إن وضدك قلنا ذي ولا إله يدين أهي وجار مرك ده ما نواتي كل واتي وحي كل عوال لقي ثم قرأ نبي وحو أخري وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى قبشد إلهي واساس ذو قريوينك قبته وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أو هرعت أو هرير ثموت أو وحي أمض عردان حكومي تري أو هقود دميس الحديث 20 حديث كلاباتنات عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ولالك أهيلي
ظالما او مظلوما وحو ربا اهادي اما كردرالوها اهادو اما هلاي كردرالي ولالك امر والبا اوهي لقرب كيسستان. فقال الرجل وحوري يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما هذا مظلومي هو لقرب درينيه واوهي لنا هو قف كردران ان كقبنا. افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره هذا ظالمي هسين اوهي لنا سقاب كردراني. قال وحوري نبو عليه الصلاة والسلام تحجزه وأتكق ونساء تمنعه أم وكري بيسا من الظلم فإن ذلك نصره ظلم كاتكور السعيد مرك ولالك مر أهيل ولالك أهيل مر والبا لكن حد أهيل لنا هذا وقر ليه أنا قرت وقرب استاك ولالك يقر ليها وأنا اللي قرت ليها ولالك كتشوكس ولالك وكبع أنت عاد حولي سلسة دع حدي أسوء وقر درينيا هنا ولالك أقبو هذا نصوم علينا لبدا قيب وطيب كميدا وا سمينا لكن غيبت كلام سمينا ولا كينو لا قدرن يحي دان ارغنو ولا غرب استاغا دي خولها لغا دعو ولا لسو دعشا هدي اسغا وخ لغا قبو واكاسا هدي لدي حتى ولا سو ارا لكن دو قدرن يا قبط ما اس قبلنا دان قدرنا لا اسم قبط عن كقبا كره لي بل اسو قدرن عن دفاعنا markaas aan jiraa walaalkii uu soo xad gudbay geel soo dhaca markii geeli sala dhacana geeli san ka dab ordayna san ku soo laayna markaa dhaqanka aan ku dhaqmayna dhaqan fiican ma rawahu al-bukhari wa muslim al-hadith al-hadi wa al-ashrun an abdullah ibn amr ibn aas qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi hadith ajib wa al-muslimu qafka muslimka من سلم المسلمون من لسانه وقفك مسلمين تو اي كان نبات قران من لسانه عرب كيس يا ويده قعنتيس مسلمين تو ما كان نبات قران وعرب كذا قعنت هذا ما كان نبات قران مسلمات قم من ومقعه الشيخ هو مقعه الشيخ كس فيسين ومقعه الشيخ كس فيسين وكت المام حد لكن عرب كذا قعنت هذا لقينا نبات قرين مسلمين تو اذا كان نبات قرين مسلمات الشيخ وراك تشيلي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر متك هجرود متك ضيورت قاردها اسكار راعي كريه ما من هجر ما نهى الله عنه قفك كهجرود كفو قاده وي وحي الهي سبحانه وتعالى او كريبا وحاس الهي كريبا وحا كميدا انا ضدك مسلمين تا عرق كدبتو اما قعانتا كدبتو وحي الهي كريبا هداد كفو قاتو مهاجر بات هداد لك وحي الهي كريبا اتكفو قاويدو مهاجر متين هذا ضربتم طول دار جاه رواه البخاري ومسلم حديث كما معني سماها قفك هذو ضدك اما قعنتي سحو غارسيو اما عرف كيس سحو غارسيو انه قال هي او قال ابده ما هلا قودا المسلم ومسلم كرنت او دمهستر اسلامي سو دمهستر انت او هوغان سمي هوغان سكي لرب انه هوغان سمي وقفك ساعتك تلمام قفك لكن ساتن كنت المانا وهي وضدك مسلمين تعالى بعتيا كبير من الكبائر وكتيرة سلاني مديس أو شيعان أمر ما يستر لكن قال تو دين تتبع هذا الدين. الحديث الثاني والعشرون عن عبد الله بن عم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي للنبي المسلم أخو المسلم مسلم كو ومسلم ككل ولا الكيس لا يظلمه ما ظلمي ولا يسلمه من كان قفك هذا في حاجة أخيه هنا دنت ولا الكيس كان الله في حاجته ومن فرج قفك فيدا وكان في عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر قفك أستر على مسلم ستره الله يوم القيامة رواه البخاري ومسلم حديث عجيب وحديثك جمل فربضا وضدك أد وأنفعها نكتشل كو المسلم أخو المسلم مسلمكو ومسلم ككل ولا الكيس انما المؤمنون اخوه مؤمنين تو ووراره وحكوا ولا لومن اسلام مدى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد النبي عليه الصلاه والسلام جر هل جرو كريس كي كل جين تتكم مسلمين ترى المؤمن للمؤمن كالبنيان يا نبي عليه الصلاه والسلام يشد بعضه بعضا واسمها او كرسي اسكو حوجيو اسمو سو اسكو حوجيا مؤمنين تو اسكو حوجيا marka muuminku waa muuminka kale walaalkiis islaanimada walaalayda haye haddii walaalatiin maxaa la idin ka rabaa laa yadlimuhu ma dulmi horta ha dulmi walaalka haga daraysan ha dilin ha dhicin ha xamanin ha dhibaateynin
ولا يسلمه ساسو كره مسلمكو مسلمك كره ولالكيس اه ما ديبو ما ديبو محل وجهه ده عدو امك عنقلش دباتين اي امك عنقلش صح ما حاكل حتى سوق لا ولا يسلمه قف وحكى شيغي كما في رصده قف حوليسا دعي كما في رصده قف اسغا دباتين كما في رصده سي وديبيده هذا أركتو ولالك أو العيا هو عرض جيس اللجوء عيارة هذا سكده جيس توت كفير ستو أو ولالك واحد ديبت لبات ديبت لبات عن تبليس مرك ك ك كدفع ولالك لبات هذا سو كامغ يا سو كل جوجا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته من كان في حاجة أخيه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته قفك ولالك مسلم ك دنتي سو كسوغا أو دنيه سكشقية إلهي يا سبحانه وتعالى أسنا دنيه سو حكغبت walaalka maanta dan adduyo ayaad wax kala qabtay waxa uu rabay inaad ka kaalmeeyo aad ka kaalmeysaa meel uu iraac ku yidhaad u raacdo waxbaad la qabtay ala kulli ogow adigaan ilaahay wax kula qabaa subhanahu wa ta'ala al jazaa'u min jinsi al 'amal wa man farraja 'an muslimin kurbatan farraja allahu 'anhu biha kurbatan min kurabi yawm al qiyamah tanawwu 'ajib qof muslimina qofki kurbaka faayida كربويك الدنيا دنا كمذا حديث كابو روح كجبت من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا قفكي كف إذا كربة كربويك الدنيا دنا كمذا ولا الكيس مسلم كف إذا هو كنا فيه إلى هينا أصيح وكنا فينا كربويك آخر ميت كمذا الجزاء من جنس العمل كربة في إذا كربة لقى فيه وحضرة ولا الك ودكتور بها أول ولسة ما له العقد دكتور كان ما هي واتكب حس walaalka waxa la aragtay kirada guriga iska bixi weysa oo ka walwalsan waa ka bixisa walaalka waxa la aragtay deyn loo heesto oo deyn ka walwalsan deynka aad ka bixisa walaalka waxa la aragtay xabsi ku jira ama dhibaateysan xabsiga aad ka saartay dhibaatada aad ka saartay walwalkii uu walwalkii hayay ayaad kala qayb qaadatay waad ka faydi kurbadii ala kulli walaalka kurbadu nooc ay rabtaa ahaatee kurbadii markaad ka faydo adigana ilaahay kurba ka faydaa laakiin kurbada laga faydaa waa maxay هذا كربة الدنيا تفيد ميد آخرة لقى فايدة بحس على النار هذا دوا حكلا ويدو وضع ركتو ولا الكواد يبقى تيسن هذا دوا تعسيده وتلاد فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اسك صبر إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مصمى وحجري تري أدو الشاك كيدو يبقى تدع الأجمري أدو الشاك كيدو وحيا بها صار أنت أدو الشاك كيدو قلبي سفر حد قلي ده حتى كربة دوا كفيد هذا كان كربة ولا قال فايدة ما أنت قيام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قفكو أنت ووالدك أكالمينا إلهي أسي أكالمينا أدو مركا واحد سميد وأكالم ابن آدم لكن واحد لو واحد كهري أدو لو سمينا إلهي كالمي سوى سبحانه وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء النبي عليه الصلاة والسلام تذكر لك جو أنا حريستا أحد كعركة شيرا وهذين حريستا ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله والله كف إذا عنه أسقى بها تنقو في سببتي كربة ومن كرب يوم القيامة وما ستر على مسلم قف مسلم قف كي أستر عبتيس ستره الله يوم القيامة إلى هاي ما أنت قيام وصنع عبتيس أستر إلى هاي عبتنا ذا الدنيا أخرها أستر تدكو أسكدن بيليا عبين إسكليه عبها تدكو وبديه عبت تقفك ولالك ومسلم كأه حداد أستر الدنيا ذا إلى هاي أديا الدنيا ذا أخرها ذا عبتها ذا أستر إن إلهي عبت هذا أسطورنا باهي بدنا ضغطة عيب هذا كم مركب مسلمين تعالى مرة الرع أنت اللي دبوري كروال الدبورة عبت صاحته وح وكنت المامي هي أبور كيسة كم إذا أبورك الله أبور سجى يسوع أبورين وح كم إذا وقرساي هذا كارك تهك الشيء ورأو يري أو سجى علينا إلا قشة وهك الشيء خلط أتكو أركت أما أتكم قش هك الشيء سر أتك هيدو أكفافين أستر حد كهلي إن إلهي عبت هذا أستر مال أنت قيام حد هذا يلين أو عبتي سكون مشكور شو أو عبتي سفضي حيدو أو المرة بتي لهدو حبان كاه يا أتي لهدو العبتي سشك شكتو أو أبتك أشكتو حاف عقابه ورعاه حديثه واحد كجري ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته
قفك قفك ولالكي سو مسلم كعريس الرعرع يعبيس إلهي أسجن عبيس عريس الرعرع هدي إلهي عبت هذا هذه كور هدي إلهي عبت هذا فضيحة بنانك صدي كور حقوا سرانا وحول بوت ترى هذا أجي هاي أو مغلا وحول بوت ترى هو مغلا ما لو بوت سوان تبغى كور قبائل إلهي سبحانه وتعالى هدي مرك عبت هذا إلهي وفضيحة وادبات إلهي الله دجال المرك هدي أت ضدك مسلمين تا ولا لها عيب هذا أتكون مشغول شو وجو إلهي الله حلته إلهينا وقف فضيحينا سبحانه وتعالى وما ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة لكن هديك ورا قف كان وقف وجيها ما هو ليا وحدتك اللي بعتينا كور نين تكان جبسة هدركت وتوجا أما نين ولا الك نين جبسيها هدركت وما بالك جبسيها ما واحد لاذ هاي مسلمين تعبت وده الله مش شايفه نك عبتي سوى كذا فاس كذا فما لاذ ما سوى قبل فاجرك فاجر وكاس وقبلنا يا قف مسلم يدفع عليه تمكن حول الإسلام يدور لعقف كان أما ضد الإسلام يدور قاتم إنه دلوا ربع واحد لا عبتي سأنا شيء قفوا دلوا واحد دلوا لا غلا عبتي سأنا شيء ما ده وقف مسلم إيه ما يا واحد شيء تاس لكن واحد لقى الله وحي عن حقوق بين أدنى كنت تعلق عبها عن حقوق بين أدنى كنت تعلق وضدك إليه حافظ يا حين رواه البخاري ومسلم هل كاسك تشين دالي رواه الله سبحانه وتعالى على وعلم بالله التوفيق.